أحد العلماء سماه سفر المعصية، سفر المعصية. إما أنت مسافر لمعصية، شال لك عود عامل فيها فنان، ماشي عندك حفلة في مروابة، كويس، ده اسمه سفر معصية. لا يجوز لك أن تترخص برخص السفر، تمشي صايم بيع عودك ده من هنا لهناك. ليس لك أن تترخص برخص السفر. قالوا وفي سفر المعصية أيضا أن تسافر لتفطر. يعني أصلا أنت ما تسافر، تقول الله يا رمضان ده سخن معانا وده لي بريك كده صغير، أقوم أسافر من هنا أمشي كسلة وأجي راجع، يوم ماشي ويوم جاي، دول يومين أريح فيهم شوية بعد ذاك أجي أواصل صيامي عادي. ده اسمه سفر معصية، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أنت مسافر ليش؟ أن تفطر، إذا هذا السفر حرام.